الحقيقة خلينا نبدأ بمورينيو. مورينيو يمكن بيعلن رحيل مدافع روما إلى الدوري السعودي. يعني مورينيو الحقيقة أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لروما رحيل المدافع البرازيلي إيبانيز. مدافع روما رحل لأهلي جدة بعد ما اتفق على كل التفاصيل والشروط الشخصية في عقده مع النادي السعودي. يمكن مورينيو ودع اللعيب برسالة كده يعني فاني، يعني رسالة نشرها على حسابه الرسمي بإنستجرام، وكتب يعني بيقول له كنت ستفتقدني، شكرا على قميصك الأخير، وأضاف الآن يمكنك أن تدفع لي ولباقي الموظفين قيمة العشاء، استمتع في السعودية. يعني جوزيه مورينيو طبعا يعني بيهزر مع اللعيب ويقول له خلاص يا عم الدنيا لعبت معاك وخلاص اعزمنا احنا كلنا والناس اللي شغاله كلها على العشاء، ويتمنى له طبعا التوفيق في الدوري السعودي. يذكر طبعا النادي الاهلي السعودي نجح في ابرام تعاقدات كبيره جدا وقويه جدا من الدوريات الاوروبيه في الصيف ده. يعني عندنا ماندي ماكسيمين، وعندنا كمان رياض محرز راح، عندنا فيرمينو، عندنا ساديو ماني، غير كان رونالدو. الحقيقة نجوم كتيرة جدا جدا انتقلت هذا الصيف إلى الدوري السعودي. على الجانب الآخر بنتكلم، لو كنا بنتكلم على رونالدو في السعودية فكمان لازم نتكلم على ميسي الحقيقة، اللي بيسيطر وبيسجل رقم قياسي مع انتر ميامي بعد انتقاله للدوري الأمريكي. ان ميسي نجم انتر ميامي بدأ طبعا بداية مذهلة الحقيقة مع الفريق الأمريكي منذ انضمامه خلال الصيف. استطاع ميسي أن يمكن ينقذ فريقه من الهزيمة على يد اف سي دالاس خلال المباراة دور ال 16 في بطولة كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية، وخطف تعادل ثمين جدا في نهاية المباراة، ومن ثم يفوز طبعا ميامي بضربات الترجيح. وذكرت صحيفة ماركا الأسبانية أن ميسي اللي سجل ثنائية رفع رصيده لسبع أهداف في أربع مباريات مع إنتر ميامي. طبعا أرقام كبيرة جدا بيحققها ميسي، والصحيفة قالت لافتة النظر أن ده رقم قياسي في الدوري الأمريكي. أوضحت أنه كمان لم يسبق لأي لاعب يظهر لأول مرة مع فريق أمريكي أن يسجل هذا العدد من الأهداف خلال أربع مباريات. ميسي الحقيقة سجل هدف الفوز كمان في شباك كروز، أو بمباراة الأولى أول مباراة ليه سجل هدف الفوز، وأحرز ثنائية في ثلاث مباريات متتالية ضد أتلانتا وأورلاندو وإف سي دالاس. طبعا ميسي بيقدم أداء ولا أروع في الدوري الأمريكي، وطبعا الشكل اختلف تماما حتى على مستوى الكرة الأمريكية، ومتابعة جبارة حتى على مستوى السوشيال ميديا في نادي إنتر ميامي، لأن وجود ميسي هناك كمان قيمة كبيرة جدا جدا بيضيفها ميسي للكرة الأمريكية. طب نروح لبايرن ميونخ وبيان رسمي من البايرن بشأن نوير حارس مرمى البايرن. أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني النهاردة أن حارس مرمى مانويل نوير استأنف التدريبات التأهيلية بعد خضوعه لعملية جراحية كانت مقررة منذ فترة. بايرن أوضح في بيان رسمي أن نوير خضع لجراحة ناجحة أمس لإزالة التركيبات المعدنية من شظية الساق اليمنى. حضراتكم عارفين أن يمكن نوير كان اتعرض لإصابة وكسر في الساق خلال طبعا ممارساته التزحلق على الجليد في فترة الأجازة في ديسمبر الماضي، أبعدته طبعا الإصابة عن الملاعب حتى نهاية الموسم. ونوير اشتغل بشكل مكثف جدا لأجل العودة للملاعب، لكن لم تتضح الصورة بشأن عودته المحتملة في الوقت القريب. عشان كده يمكن تعاقد بايرن ميونخ مع الحارس السويسري سومر، ده من انتقل من بروسيا مونشنجلادباخ في يناير الماضي علشان يعوض غياب نوير، وشارك تقريبا في النص الثاني من الدوري. لكن سومر كمان خلاص هينضم لنادي انتر ميلان لعدم رغبته طبعا في وجوده كحارس ثاني بعد رجوع نوير من الإصابة. كمان على مستوى برشلونة، يعني نجم برشلونة بيرفض عرض مغري كمان من السعودية، والمرة دي هو الموهوب أنسو فاتي. أنسو فاتي طبعا اتعرض عليه عرض مغري جدا من الدوري السعودي خلال الميركاتو الحالي، وقال جافي ميكيل صحفي بجريدة إيس الأسبانية أن أنسو فاتي اتعرض، يعني عرض عليه عرض لا يقام الحقيقة، يعني ما فيش قيمة محددة للعرض اللي اتقال، ولكن كان عرض مغري جدا جدا من المملكة السعودية. كمان قال الصحفي الأسباني روميريو المتخصص في أخبار برشلونة أن أنسو فاتي رفض العرض السعودي بالفعل اللي وصل له مؤخرا.
زي ما قلت لحضراتكم يعني تقارير كتير زعمت مؤخرا ان فاتي بيتواجد على طاوله اهتمامات باريس سان جيرمان في الصيف دوت. المتوقع ان يعني يحصل فاتي على فرصه لطبعا للدخول في التشكيله الاساسيه للبارسا الموسم اللي جاي، طبعا مع رحيل المترقب لعثمان ديمبلي اللي كان اللي هيبقى قريب جدا للانضمام للبي اس جي باريس سان جيرمان. نبدا في اسبانيا، جريده ماركا الاسبانيه اكدت ان عثمان زي ما قلت لحضراتكم عثمان ديمبلي لاعب برشلونه وصل بالفعل لباريس تمهيدا لانضمامه لفريق باريس سان جيرمان. ركزت الصحيفه على ريال مدريد وكتبت تساؤلات وشكوك حول مصير ريال مدريد قبل البدايه، خاصه الظهور بصوره غير مستقره في الجوله التحضيريه للموسم الجديد. لسه في اسبانيا وصحيفه ايس الاسبانيه أكدت هذه الصحيفة أن مانشستر سيتي أغلق الباب أمام رحيل كانسيلو لبرشلونة، وكمان اهتمت الصحيفة بنادي باريس سان جيرمان وكتبت لويس إنريكا المدير الفني يترقب مسير كيليان مبابي مع الفريق. صحيفة سبورت كمان الأسبانية اللي اهتمت بانتقال فرانكي سي طبعا لاعب برشلونة إلى نادي أهلي جدة السعودي، برناندو سيلفا يرغب في الرحيل المان سيتي. صحيفة ليكيب الفرنسية كتبت راموس وديمبلي وشكل جديد لباريس سان جيرمان الموسم المقبل. أكدت طبعا الصحيفة على اقتراب ديمبلي من الانضمام الرسمي لصفوف فريق العاصمة. نطير على انجلترا وجريدة الانجليزية بايرن ميونخ بالفعل اشترى هاري كين في اسبانيا، وان الفريق البافاري يثق في قدراته على إتمام صفقة الانتقال مقابل 103 مليون جنيه استرليني إلى توتنهام. أما جريدة تي زد الألمانية سلطت الضوء على هاري كين وأكدت أن توتنهام يعمل جديا على تمديد تعاقد هاري كين، لكن اللاعب وفقا للموقع الألماني لا يرغب في تمديد التعاقد مع توتنهام ويرغب في الانضمام إلى الفريق البافاري.